الأهلي يغرد على القمة بفارق 17 نقطة عن جدارة ويهزم دجلة بهدفين دون رد، ويقترب خطوة من تحقيق لقب درع الدوري مبكرا. الهدف الأول كان في الدقيقة 42 من رأسية رائعة لمروان محسن من عرضية جيرالدو. يا ريت نجيبها من أولها، هنشوف إن الشناوي هو اللي لعب الكرة الطويلة دي. رائعة. والهدف الثاني من تسديدة ولا أروع لحمدي فتحي في الدقيقة 94. بصوا لصعوبة الكرة دي، إن الكرة تحت رجله. يعني بص الكرة تبقى صعبة يا كابتن. صعبة جدا. صعبة جدا. صعبة الشوطة، ومتهيألي برضو محمد عبد المنصف ما راحش قوي. بس حمدي من اللعيبة المميزين في التسديد بصراحة. هو منصف حاول عليها. ماشي، نبدأ بتحليل الهدفين.